الثلاث السيارات التي رصدت للثلاث المراكز الاولى، ولكن مرموقه سيف بن خلفان بن سيف الغويس غص بحلوق المشاركين. الله يا الغويس، الله يا الغويس، غاص غاص في بحر النواميس، غاص في بحر النواميس في رصيدها العديد من الانجازات، 10 سيارات، واليوم السيارة 11. ما شاء الله، خلاص يا الغويس، خلاص تجاوزت حتى مسافة القدرة، ما شاء الله تبارك الرحمن. مرموقة مرموقة ابصم لها بالعشرة ونحييها بالعشرة، لانها تضيف السيارة 11 في رصيدها. الجيب المرسيدس من نصيب مرموقة، تهانينا لسيف بن خلفان بن سيف الغويس على هذا الفوز والانتصار بالاسود المري وبلغيس على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، المعركة طاحنة، بلغيس على المقدمة، لا زالت متصدرة قائمة هذا الشوط، تبحث عن الفوز، تبحث عن الناموس. ها هي بلغيس للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي ابن الواثق على مقدمة هذا الشوط مع بلغيس. بنقول مرغم مرغم مرغم، بلغيس مرغم، بلغيس مرغم، بلغيس مرغم، مرغم مرغم مرغم. سلام 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 عليكم يا المرغم، واسعد الله صباحكم بكل خير وبكل محبة من هنا من أرضية ميدان الوذبة. سلام مرغم، سلام، سلام الواثق، سلام، سلام النجل الواثق، سلام. تهانينا للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي على فوز بلغيس بالمركز الأول. المركز الثاني العنود للسيد عبد الله بن سعيد بن محمد صدارة على المركز الأول، على المركز الأول يبحث عن السيارة السادسة حمد حربي بن حمد بن هيان العامري، العامري على المركز الأول. ال400 متر الأخيرة، ال400 متر الأخيرة، يا سلام، مخلص وصل، وصل مخلص في الأمتار المجنونة. أيضا متعب ومخلص، متعب ومخلص، متعب ومخلص، هنا متعب، متعب، متعب. ال200 متر الأخيرة بدأنا بمنطقة الثيل، الهير الهير، الهيراوي 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 على الصدارة الأولى. متعب حربي بن حمد بن هيان العامري يفوز بالرنج روفر، ينطلق بالرنج روفر، يسير مع الرنج روفر على المركز الأول. تهانينا. والناموس المركز الثاني وصل مخلص، راشد بن محمد وراشد بن غدير. المركز الثالث وصل فيه هملول لبخيت بن علي بالخسواني المنصوري سوغان. رابعا لمحمد مطر بن المركز الرابع شاهين مظفر بن محمد بن خموشه العامري مع المركز الرابع. المركز محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه مع المركز الان الخامس. اعود الى مقدمه الشوط، ال400 متر النهائيه. الله يا شاهين، الله يا شاهين، العندليب تحرك، العندليب تحرك، ووصول ايضا العندليب وصل بقوه، نابت بن سلطان بن علي بن رشيد، ولكن وصل هملول محمد بن احمد بن سعيد بن حلوه، بن حلوه وحلوه يا بن حلوه، يا سلام. العندليب هملول، هملول والعندليب، هملول والعندليب مع الناموس ومع التحية، ولكن خلاص خلاص العوير، العوير هذه لها ذكريات طيبة في النواميس. العندليب، 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 نابت بسلطان بن علي بن رشيد أولا، ثانيا هملول محمد بن أحمد بن حلوة. المركز الثالث الوصول أيضا من شاهين محمد بن عبيد المزروعي. المركز الرابع الوصول أيضا من مزعل محمد بن سعيد. ما
ما زالت الشحانية حمد بن محمد بن طالب بن عقيل إن لم يكن رأي آخر مع فن وصلت فن مع المركز الثاني تعود الملكية لحسن بن محمد بالثيمه العامر. يا سلام قلب الأسد واصل بكل قوة دير البال يا البرنس، ولكن الشحانية هي المسيطرة هي المنطلقة إلى الناموس إلى الفوز إلى الإبداع إلى الانتصار. يا سلام فن مع المركز الثاني، الشحانية هي الأقرب، غادرت بالفوز غادرت بالناموس وبالسلامات وبالتهاني إلى الدوحة مباشرة إلى دولة قطر إلى ميدان الشحانية. وها هي الشحانية من تنال شرف الناموس والفوز والانتصار، مهدي لبرنس هذا الفوز، تهانين لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري المركز الثاني، فن لحسن بن محمد بثيم العامري المركز الثالث. وصلت مشاهدين الكرام المركز جديد، وصلت انذار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن الخليفي مع رسائل تقدم الرسائل على المركز الاول، هذه رسائل مسيطره. يا سلام تيفل من حمام الرسائل، الطير كيف يفل، الطير المغربي على الخد سايل زا سايل وخد العزره ينير، ورسائل كذلك خدها بالم مغربي ينير 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 بالشامي. الله يا سلام يا سلام، سلاماتنا مشاهدينا يا الدوحة يا الدوحة، سلام يا الدوحة، سلام يا الدوحة. ولكن شوف الوصول، لكن خلاص رسائل انتزعت ناموس هذا الشوط لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، تهانينا. بينما وصلت في الأمتار الأخيرة اللي هي الشاهينية لسالم بن محمد بن قناص العامري، وحظت بال يا ابو راشد هنا، ها هو مهيض يصل، ولكن الله مجاز شاهين ومهيض ومعجب. يا سلام لمن الفوز لمن الناموس، شاهين على الصدارة، شاهين على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط، شاهين لحياب بن مطر بن سعيد بن حاذ لقتبي على الصدارة على المقدمة على المركز الأول. سلام هيلي سلام يعود هذا الشعار للفوز، يعود للانتصارات، يعود للتهاني. تهانينا لابو سعيد احياء بن مطر بن سعيد بن حاذة، سلام هيلي سلام على هذا الاداء المميز الجميل. المركز الثاني مهيض مصبح بنايع بن صاروخ النعيمي، المركز الثالث وصل معجب الحميد بن راشد بن عبد المنصوري ومياس. بن هليل الغفراني اول نداء وحذاري من شعار بن هليل يتقدم الان على المركز الثالث، الصيرمي محمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني، له انجازات كبيره، له صولات وجولات، ولكن مرسال زايد بن محمد بن زايد المنصوري ابن الغربيه نجم الغربيه يحافظ على هذا الناموس، زايد بن محمد بن زايد المنصوري ويعلن اعتزاله، يعتزل عن ميادين السباق، احد البنوك المنتجه باذن الله تعالى. مرسال زايد بن محمد بن زايد المنصوري، سلام يا نجم الغربيه، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الصيرمي محمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني، المركز الثالث وصل الطاير علي بن مصبح بن راشد بن غفان المقبالي، المركز الرابع احذر يا لوهيبي من روعه ما عطتن في الدرب طوعه، ادركتن في اخر نهايه مركب فيها فارق. يا سلام روعه تهاجم كيف. يلا يا لوهيبي روعه ايضا مع مسلم بن صالح بن طرشوم العامري، ولكنها كيف مشاهدينا الكرام، بدون تعليمات بدون سلام يا من جم السبك، سلام
سلام سلام يا السلطنة، سلام يا صاحبة الذهب، سلام يا صاحبة الذهب، سلام يا أبو السيوف، سلامين نقول سلامين، سلامين وسيفين، سيفين واحد في اليسار أو واحد في اليمين، أو سلامين على اليسار وعلى اليمين، واحد للوهيبي أو واحد للسلطنة أو واحد لجماهيرك أو واحد أيضا لمحبينك. نهني محمد بن سالم بن محمد الوهيبي الثاني، فهنا أيضا روعة مسلم بصالح بن طرشوم العامل للمركز الثالث، وصلتنا أفعال سعيد بن هزاع بن سالمين الكلباني المركز الرابع، الذهيبة زايد بن منصور الخياري والمركز الخامس. العربية الأصيلة، سلام ممثل السلطنة، سلام ممثل السلطنة، هناك الدايم هنا مع انطلاقة كيف وانطلاقة جبارة وانطلاقة الكثير والكثير من الأسماء العملاقة الذي تتواجد هنا أيضا، وانطلاقة أيضا حلف صاحبة كاس اللقاية. الله 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 لهذا الشعار، تهنية جميلة مميزة لهذا الشعار. والعصافة الأبطال، العصافة الأبطال ما حركوها، لا تحتاج إلى أوامر، لا تحتاج إلى تعليمات. سلام من جم السبق، سلام سلام إلى السلطنة، سلام سلام بدون أوامر ولا شبه أوامر. هنا مع هذا الانطلاق الجميل والمميز، انطلاقة جبارة، سالم بن غافل بن مشمل اليحافي على الصدارة والمقدمة. المركز الثاني أتابعه، هناك أيضا انطلاقة نوب سلم بن غزول بن حمل العامري، والمركز الثالث أيضا وصول في هذا المسار. ولكن شاهين طار طار وانطلق بالمركز الأول، انطلق في الصدارة مع شعار راعي سوقه إلى المسعودي، إلى العين، إلى مدينة الخضرة والجمال. هناك هناك ويعلن هذا الخبر المميز مع انطلاقة شاهين وإنجازاته سبع سيارات، ونعلن اعتزاله عن ميادين سباقات الهجن، رصيده سبع سيارات ورمز وابو شاهين المحيري. تهانينا والناموس المالك مالك شاهين محمد بن مظفر العامري ويعتزل الى الانتاج. تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل، بينما وصل بالمركز الثاني هناك مصيح مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري، وثالث المراكز من وصلنا هناك مع التحدي الاخير ومع انطلاقه هذا. المنصور المنصوري مع المركز الثالث، هذه النتيجة 500 متر ما تبقى، ولا دار الخيارين مع المركز الأول، مع الانتصار، مع السيارة، مع الإبداع. حتى هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الأعزاء، الخيارين الخيارين مع ظهري ظهري. السلامات إلى أهل الشحانية، تتجه مشاهدينا متابعين الأعزاء في هذه اللحظات. رائد بن سيف بن محمد أبو سعيد، الخيارين الخيارين مع السيارة، تهانينا تهانينا والناموس من هذه اللحظات. والسلام الدوحة، السلام والسلام لمالك ظهري رائد بن سيف بن محمد أبو سعيد، الخيار عبد المركز الأول واقتناص ناموس هذا المسار بجدارة والتميز بدراس. حتى هذه اللحظات مشاهدينا مشاهدينا متابعين العزيز هذا المسار، راس على عربة هذا الانطلاق. المركز الثاني، المركز الثاني كان وصول طرنشيب منصور بن رايد بن منصور المنصور من المركز الثالث. ولكن المبدع المبدع بأبداعاته بن صوغان، بن صوغان اقتحمت المسافة، اقتحمت المراكز. سلام يا بن مصلح، سلام يا بن مصلح على المقدمة. بن صوغان انطلقت بالمركز الأول، نجومية بو حمدان على المقدمة وعلى الصدارة. أهالي الفقع وهالي العين وهالي أيضا الجبيب هناك بالمقدمة، ميدان الجبيب يحتضن الانتصار
وهالي الفقع وهالي دبي كافة نهدي لهم السلام. سلام يا أبو حمد سلام، محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي، لك مني التحية والسلام على هذا الفوز والانتصار بناموسي بن صوغان في هذا الشوط المميز. السلالة الصوغانية غنية عن التعريف. المركز الثاني هملولة مانع بن خليفة بن رشيد، شمعة على ثالث المراكز للسيد، أيضا شمعة للسيد. بحثا عن السيارة، بحثا عن الزعفران. الله الله يا جميلة، الله يا جميلة. أشكرك يا صايد الرموز، أشكرك يا صايد الرموز، مع جميلة مع المركز الأول زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين، من يقدم لنا جميلة مع المركز الأول. سلام يا العوينة، سلام يا العوينة، سلام سلام شحاني لصايد الرموز، لصايد الرموز على اصطياد السويت، على اصطياد السيارة والزعفران والفوز والناموس لجميلة. جميلة كبر الزعفران، كبر الطاسة يا سمير، كبر الطاسة. هناك جميلة زايد من منصور بن غانم السيف الخيارين، من يفوز بهذا الشوط؟ تهانينا وسلام يا العوينة سلام. المركز الثاني رمز سيب مطر بن محمد بضبيعة، والمركز الثالث هناك مياسة سالم بن محمد بن سالم العفاري، والمركز الرابع شملولة. ياس لم سائد بن سويد بن قران المنصوري، اخرت وايد يا ابو خالد، اخرت وايد عليه شعار الغزال يعرف انجازات، ولكن هنا الاول مسموح، الاول مسموح واللي قادم مكلف. الشوط وين؟ السلامات تبقى في مكانها ولا تعبر الحدود؟ تعبر الحدود والله مكانها. وصل المرشح، وصل القوي، وصلت السياره وين؟ السويك وين؟ مسموح مسموح يا الخيارين. والشمس وصل، الشمس وصل، اللحظات اللحظات. الله 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 الله، تهانينا والسلام في مكانه. هنا مشاهدينا تهانينا لراعي مكلف اللي هو عبد الله بن حميد بن حارب الشامسي الذي حصد السيارة والناموس. المركز الثاني مسموح لراشد بن سيف بن محمد الخيارين. المركز الثالث المركز الثاني هوايل بخيت بن حمد بن مقارح المري بالمركز الثاني، وبن زهرياتي ثالثا. ولكن اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، منطقة الأعلام، التحديات المثيرة، هناك مع الخمسمائة متر الأخيرة، وهدادة ما زالت، هدادة ما زالت منطلقة، منطلقة بالمركز الأول هنا في هذا التحدي الجميل بشعار زايد بن منصور بن غانم سيف الخيارين. المركز الثاني هناك هوايل ابخيت بن مقارع المري، ولكن خلاص خلاص الى دولة قطر الشقيقة والى ميدان الشحانية. وسلام الى صايد الرموز من صاد هذا الشوط بانطلاقة الدادة زايد بن منصور بن غانم السيف الخيارين. المركز الثاني وصلت هوايل مع انطلاقة ابخيت بن حمد بن علي بن مقارع المري. والمركز الثالث هناك اليذابة او التحدي. هذه الشعارات، هذه الشعارات، العملاق العيناوي بدأ يتدخل في هذه اللحظات. الناموس حاير ما بين هالشعارات، ولكن بن جبرين، يلا يا بن جبرين، يلا يا بن جبرين مع المركز الرابع الامتار الأخيرة جولة الأوامر. النهاية هنا. الله الله الله، مزون 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 النصر، مزون التحدي، مزون الإثارة. سلام يا هالي المسعودي، أبغي أسلم على هالي المسعودي، ولكن كتارة 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 على المركز الثاني مزايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين، آل سيف الخيارين. وهناك مزون، مزون على الصدارة. سلام 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 للمسعودي، سلام. العين دار الزين، مدينة الخضرة والجمال تحتفل بهذا الشعار. تهانينا والناموس المركز الثاني كان من نصيب كتارة، أيضا زايد بن منصور بن غانم آل سيف الخيارين. المركز الثالث أيضا مكيفة غانم بن سيف بن محمد أبو سعيد الخياري، والمركز الرابع